مساء الخير وسلام الرب يسوع. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. فالسماء انفتحت والملائكة تهللت بمجد الآب الذي كان مستترا في الأعالي، وسلام الله الذي يفوق كل عقل وفرح ومسرة الآب في قلوب الناس. خلينا نرفع قلوبنا ونحن رؤوسنا في بداية اجتماعنا الاحتفالي بذكرى ميلاد الرب يسوع. ما أمجد اسمك يا سيد في كل الأرض، اسمك غالب ومسبح بين كل الأمم، من مشرق الشمس إلى مغربها يا سيد، يا شمس البر، يا راعي نفوسنا الصالح، يا مشتهى الأمم ورجاء الشعوب، إليك يأتي كل بشر، يا ترسي وعزي ورافع رأسي وقابض قرعتي مبارك اسمك، يا من لا تسعك السماوات ولا سماء السماوات، ارتضيت أن تستلقي في مذوة بقر لنكون نحن البعيدين أبناء وأحباء، يا من فتحت سماك في ملء الزمان وأرسلت إلينا عطيت العطايا يسوع، من مشى على أرضنا بكى مع الباكين وفرح مع الفرحين وجال يصنع خير ويشفي المتسلط عليهم إبليس. مبارك اسمك يا سيد، يا من ثبت وجهك نحو الصليب وبادلتنا العطايا في الجلجثة، مبارك اسمك، مبارك اسمك، يا من عرشك لهيب نار، ارسل نار الروح يا رب على شعبك في كنيستك من كل قبيلة وأمة ولسان وشعب، ارسل نارك يا سيد، ميلاد جديد بقلوبنا يا رب، زين يا رب قلوبنا بروحك القدوس، زين قلوبنا بحضورك الإلهي يا رب، باسم الرب يسوع، تجديد للأذهان، استنارة للعيون، وميلاد جديد يا رب، ميلادك هو ميلادي. نشكرك يا رب من كل القلب، ونقول يا رب كما قال بولس، شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. نشكرك يا رب على كل السنين اللي فاتت يا رب، ونقول كما قال صامويل، إلى هنا أعاننا الرب. نشكرك يا رب لأننا طلبنا فوجدنا، قرعنا وفتح لنا. نشكرك يا إلهي الصالح، علمنا يا سيد، علمنا لأن أنت هو المعلم، علمنا إنه الحاجة إلى واحد، علمنا يا رب، علمنا إنه مكان القوة في عرش نعمتك وتحت قدميك، علمنا أن نكون أمناء يا إله الأمانة، علمنا يا سيد، أنت قلت عيناي تجولان في كل الأرض تبحث عن الأمناء لأجلسهم معي، علمنا يا رب أن نبكر يا رب ونطلب جلالك، لأن أنت قلت الذين يبكرون يجدونني. أرفع كنيستك يا رب، أرفع كنيستك أمام عرش نعمتك لتكون كنيسة قديسين صناع آيات ومعجزات، أرفع كنيستك يا رب لتكون كنيسة تعطيك المجد يا رب في كل الخدمات، في الوعظ، في الترنيم، كنيسة تقف على الأسوار وتنادي يا رب من أجل بلادنا اللي خربها إبليس، باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، نقف عن المنكوبين يا رب، عن المظلومين، عن المضطهدين من أجل اسمك. تعال وتراءى للعيون العمي بالإبصار، للأذان المغلقة يا رب السمع، تعال وتراءى للقلوب القاسية يا رب، قلوب الحجر، واعطيها قلوب مليانة من فكرك وسلامك. مبارك اسمك، مبارك اسمك، جهز نفوسنا وعطش قلوبنا العمل نعمتك، واعطي يا رب لروحك القدوس أن يتسلل داخل كل قلب ونفس ماثلة أمامك في كنيستك يا رب، وتعطي يا رب فرح وسلام حسب مسرة قلبك، لأنه مكتوب أرسل كلمته فشفاهم. نرفع صلاتنا باسم الرب يسوع، آمين.